السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنكمل حصص البيانو. النهاردة بقى هناخد النوتة الموسيقية وهناخد أول 3 علامات اللي هما النوار والبلانش والروند. أول علامة هناخدها علامة الروند أو اسمها بالإنجليزي هول نوت. الروند ده اسم فرنساوي، تمام؟ العلامة دي زمنها 4، يعني لو انا بحسب الزمن كده ده كده 4 عدات. طيب انا كده حسبت الزمن بالتكة، طب تعالوا نحسبها بالسمع. يعني لو مثلا عملت نغمة دو 4، يعني دو روند، هنسمعها كده. تاني علامة عندنا بقى هي علامة البلانش او اسمها بالانجليزي هاف نوت. دي زمنها 2، لو حبيت اسمعها بالتكات هسمعها كده. طب لو حبيت اسمعها بالنغمات هنسمعها كده. تالت علامة عندي علامة النوار او اسمها كوارتر نوت. نوار برضو اسم فرنساوي، كوارتر نوت اسم انجليزي. دي زمنها 1، لو حبيت اسمعها بالتكات هسمعها كده، لو حبيت اسمعها بالنغمات هسمعها كده. مجرد نغمة واحدة بس. لو حبيت اطبق الكلام ده وعزف توينكل توينكل ليتل ستار هعزفها كده. النهاردة بقى هنتعلم أغنية Mary Had a Little Lamb. Created using Powtoon.